هذا هو المشهد داخل إحدى أكبر مزارع تربية الأسماك في ديالا، مع نفوق أعداد كبيرة من الأسماك إثر إصابتها بفيروس تعفن الغلاصم بعد اجتياحه أكثر من مدينة. أمين حمزة أحد مربي الأسماك في جديدة الشط يتفقد آخر ما تبقى من أسماك في أقفاص مزرعته عند جرف نهر دجلة بعدما تكبد خسارة فادحة خلال أيام. جبنا فقس وهسه هاي حالته خلص، يعني جبنا بال 300,000 هسه خلص ما ضل به، خلال 25 يوم هيك يعني انتهى. خسارتنا أكثر من 30 مليون، يعني هاي بس بمشروعين مو كل المشاريع. يعني فيروس تعفن الغلاصم بدأ يظهر في مواسم الخريف منذ عام 2018 بالتزامن مع تغير درجة حرارة المياه. هذا الفيروس يتسبب في نفوق ما يزيد عن 80% من الأسماك المصابة به. أما أعداد الأسماك النافقة في جديدة الشط وحدها على مدار الأيام الأخيرة فتقدر بأكثر من 100,000 سمكة جميعها بعمر لا يتعدى 4 أشهر، وفقا للمستشفى البيطري الذي حمل مربي الأسماك مسؤولية هذه الخسارة. للأسف هم ما يبلغون المستشفيات البيطرية، ولذلك وحتى من يصير عنده إصابة ما يبلغ، يحاول يتأخر، وهو هذا مربين يمكن لورا 15 يوم باقي رايح للعيادات الخاصة وهو معالج على مسؤوليته إلى أن الإصابة تفاقمت، يلا إجا للبيطرة وتم التشخيص. المشروع أنا البارحة كلفت اللجنة راح زارت المشروع أنا انتهن ما بيهن حاليا أسماك. أنا أقدر عدد الهلاكات بهالمشروعين يعني ما يقارب 100,000 سمكة. بيئة ديالا أفادت بأن فيروس تعفن الغلاصم لا يصيب الإنسان، وأن الإصابات الجديدة في ديالا انتقلت إليها من صلاح الدين في الجانب الآخر من دجلة، كاشفة عن طريقة التعامل الصحيحة مع الأسماك المصابة بالفيروس. الإصابة انتقلت من محافظة يعني صلاح الدين، يعني لأن هي انصابت قبل هذه المناطق. وجهنا أصحاب الأقفاص بأن هذه الأسماك تجمع وتدفن في حفر مجاورة للأقفاص. ويوصي خبراء البيئة مربي الأسماك بتعقيم الأحواض والأقفاص وعدم رمي الأسماك النافقة والمريضة في مياه الأنهر للحد من توسع بؤر الأوبئة. علي العنبقي، ديالا، يو تي في.